كيتسالوا 4000 ريال. وقالها لي انا جوج خطرات، ونهار الثالث قلت لك جا ليه البال على 4000 ريال كيتسالها لي. ما بقى ماشي، ما عندوش الدري، ما عندوش ديك 4000 ريال. واش النهار الثالث جا ليه الباب، هو ولد خطوب السيوفه. ايوا هي هذيك، هبطت انا نفك ضربني، قلت لك بعصا. ايوا ملي ضربني بعصا طلعوني الناس، جا واحد الدري تا هو تيفك تا هو ضربوه والجيران، طلعوني انا الناس، طلعت في حالي فكوا القضيه. ملي فكوا القضيه الدري داوه جهه لاكار لهيها، هو يجي لي ثاني خلاه تغفلو، جا ليه بسيف. جو هو ولد خطو جاو ليه بسيف، قطعوا ليه يديه فوق راسه. اللي قال ليها ها ها بحال هكا، هو يقطع عليه فوق راسه، شتي الضربه فينا هي؟ قطع ليه يديه فوق راسه، قال لي قطع على دير امه. ما شفتوش انا، انا ما سقتش الاخبار، جابوها الدراري وداروا ليه يديه في الثلج وداك الشيء وجابوه. انا مضروبه، انا مضروبه، طلعوني الناس. حتى قالوا لي نوضي راه ولدك مضروب في هذا، ما عرفتش انا ولدي واش يده مقطوعه. حتى جيت السبيطار هنا عاد عرفت راسي راه ولدي مقطوعه. درنا به الشكايه، مشينا قيدنا، وراه باقي داك الشيء. حتى شي حاجه حق ما خذوه لينا من هاد الناس اللي شادين الدرب. انا ولا فيا الرعب، ما تليش قدرت ندوز حتى من حداهم، ما تليش قدرت حتى ندوز من حداهم. كنبغي من المسؤولين ياخذوا لينا حقنا من هاد الشيء. هاد الشيء راه كثر بزاف، راه الظلم، هذا راه الظلم. ما كانش هاد الشيء بكري، ولاو السيوفه واليدين تيتقطعوا، ولا اش هاد الاجرام عندنا ولا في البلاد؟ اش هاد الاجرام؟ حنا ولينا مخلوعين، ولينا مخلوعين بزاف. هاد الشيء، هاد الشيء ما كانش بكري. ولاو دابا على السيوفه كيتمضاو، قطع ليه يديه، قطع ليه رجليه، قطع ليه عنقه. اشنو هاد الحاله هادي؟